السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده ان شاء الله فيديو جديد مع بعض، رز بلبن بطريقة سهلة وبسيطة زي بتاع المحلات اللي بره واحلى كمان. بس انا اقول لكم عملناها ازاي. ما تنسوش تحطوا الفيديو لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. انا عندي هنا كوبايه رز اهي زي ما انتم شايفين، مغسول ومتصفي بالشكل ده، وهنزل عليه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. لغايه بقى الرز ما يستوي كده ويتهري كده خالص بالشكل ده كده، اول ما دي كلها تشرب كده كده الرز عندنا استوى. هنغطي عليه لغايه ما الرز يستوي. ده الرز عندنا استوى، انتم شايفين اهو الرز استوى تبارك الرحمن، شايفين؟ دلوقتي هنزل عليه دلوقتي باللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه الرز دي هتاخد كوبايه، تاخد كيلو لبن وكوبايه، فكيلو لبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف كمان كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده مع كيلو اللبن، عشان يديكي بقى قوام الرز اللبن زي بتاع بره بالظبط واحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. هنخلي بقى دلوقتي يغلي شويه مع اللبن، وبعد كده هنقول لكم هنضيف على الرز بقى بتاعنا الجميل ده. دلوقتي انا عندي هنا الخليط اللي هنحطه على اللبن عشان يدينا قوام الكريمي زي بتاع بره بالظبط. عندنا هنا معلقتين كريم شانتي، وهنا معلقه نشا صغيره، وهنا قشطه بلدي او قشطه اي قشطه معلبه عندك. انا عندي هنا نحط اللبن هو نص كوبايه لبن كده بالشكل ده، هندور فيها معلقتين الكريم شانتي عشان تدينا القوام الكريمي بالشكل ده، معلقه النشا. لو عندك كريمه لباني حطي كريمه لباني المتاح عندك. هنقلب بقى كل الخليط ده كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. النشا كده بالكريم شانتيه، هو ده بقى السر اللي هو بتاع المطاعم. لو عندك طبعا لبن بودره نحط كمان عليه لبن بودره كده. القشره دي هنحطها في الاخر خالص، القشره دي في الاخر خالص. كده عندنا اهو الخليط داب اللي هو كريم شانتيه، معلقه نشا صغيره بالشكل ده كده. عندنا قوام الرز اللبن ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين كده. هننزل دلوقتي عليه بالسكر، السكر حسب الرغبه، ممكن تزودي او ممكن تنقصي. اهي دول حوالي نص كوبايه سكر. هننزل دلوقتي بالخليط اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هو الكريم شانتيه بالنشا باللبن، نقلب كده مع بعض. تفاصيل الرز خطوه بخطوه وطعم احلى من بتاع بره كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل دلوقتي معلقه القشطه، اخر حاجه خالص القشطه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم عشان يديني القوام كريمي. شايفين الجمال؟ الرز روعه وريحته تجنن. اخر حاجه خالص بقى طبعا الفانيليا، حط الفانيليا اخر حاجه خالص عشان يبقى ريحته كده تحفه. ننزل دلوقتي بكون فانيليا، او ممكن لو عندك سايل عادي الموضوع عندك هنا اهو. ادي اول باكل وده التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الريحه وجمالها ما شاء الله تبارك الله، احلى رز ده ولا ايه؟ شايفين الجمال والريحه قلب الدنيا. شايفين قوام الرز بلبن ما شاء الله تبارك الله، هو ده القوام اللي انا عايزاه. كده بقى عندي الرز لبن جاهز للتقديم، شايفين الجمال روعه بجد. شايفين الرز تبارك الرحمن، شايفين الكرمشه بتاعت الرز، ولسه على فكره ما بردش، انا لسه يا دوبك طافي عليه. يلا نقدم مع بعض، نقدم مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين الجمال والقوام روعه بجد. النهارده نقدم الرز بطريقه مختلفه.
وهنزين كمان بطريقة مختلفة زي بتاع المحلات اللي بره بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين قوام الرز تحفة ازاي؟ هي دي سر الكرمشة، اللي هو معلقة النشا ومعلقتين الكريم شانتي ومعلقة القشطة، واللبن يكون بقى ايه يعني كامل الدسم بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هنقطع كده المانجا مع بعض. دي مانجا صديقة، ممكن اي نوع مانجا عندك، بتقطع مكعبات بالشكل ده كده. النهارده بقى هنزين بقى بطريقة مختلفة. نقطع دلوقتي مع بعض مكعبات. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. نقطع كمان الناحية التانية. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. تنزل كده مكعبات كده سلايز بالشكل ده. دي بقى عشاق المانجا وجمالها، الله على المانجا وجمالها. دلوقتي عندنا رز بان عندنا بارد شويه، هنزين دلوقتي مع بعض بالكنافه المحمره. انا محمره عادي بزبده اهي، حط كده على الحرف. بسم الله الرحمن الرحيم على حرف الطبق كده بالشكل ده كده. انتوا عارفين العين بتاكل قبل البق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا على فكره عامله في القريه عندكم الرز بان في بولات، بس انا النهارده قلت اغير اعمل رز بان بشكل جديد بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. والاحرف كده كنافه محمره، محمرها بشويه زبده صغيرين، معلقتين سكر بودره، واتحمرت بقى بلون ايه، بلون الذهب الجميل ده زي ما انتم شايفين كده. نزين كده على الحرف بالشكل ده كده. بسم الله. انا عامله هنا صينيه بسبوسه صغيره عشان ازين بيها الكنافه، شايفين الجمال. دلوقتي بقى هنقطعها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بس كده ايه كام سلايس نزين بيه ايه الرز بلبن بالشكل ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حط كده ايه على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. حط كمان سلايس. بالشكل ده. كمان مكعب. حط دلوقتي بقى نزين المانجا بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين الجمال. طبق رز بلبن من الاخر، عملنا بلبن بس في البيت، اشهر محل رز بلبن دلوقتي، وكل حاجه موجوده عندنا في البيت. البسبوسه عملناها والكنافه حمرناها، ما خدش منا اي مجهود. شايفين الجمال، زيني زي ما انت عايزه بقى، اي حاجه عندك تزيني بيها المتاح بالشكل ده. شكل الطبق يجنن ما شاء الله تبارك الله. وده الشكل النهائي النهارده، طبق الرز بلبن بتاعنا، طريقه سهله وبسيطه وما خدش وقت خالص، والشكل يجنن واكيد الطعم احلى واحلى. يا رب اكون افدتكم يا رب العالمين. ما تنسوش تحط الفيديو لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.